الحقيقه برضو وللمره المليون انا نفسي اتكلم في فنيات، ولكن الحقيقه بجد والله كل ما اجي افكر ان انا عايز اتكلم في فنيات الاقي نفسي بروح الاتجاه انا قايل لك 10 هديك 2500 واعمل اللي انت عايزه. لا ده كمان ال 10 دي المفروض اصلا كان فيها مشكله. لا وكان فيها ازمه يعني ماشي. اصلا وصلنا لل 10 ده احنا وصلنا لل 10 وقلنا خلاص، وحتى التاكيدات اتقالت ان المدرج اللي فيه 10000 مقعد مخصصه لجماهير الاهلي، حتى لو النادي الاهلي مثلا وصل ل 7 8 ال 2000 الباقيين دول بتوعكم عشان ما يحصلش مشاكل. تصرفوا انتوا. دي اتقالت من المنسق اللي عامل المباراه واتصورت ونزلت على جميع وسائل الاعلام المصريه والمغربيه. يا كريم مع نعم. يعني تكمله لكلامك مش بس هم قالوها، دي في اللائحه اصلا. لا 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 هدوء تام، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حتى يعني بوادر مشاكل. ليله الماتش الدنيا ولعت، ليله الماتش عارف احساسي كده الناس اتفقت يا جماعه يلا بينا طلعوا بالظبط ادوهم 2500 تذكره، اقفل بقى موبايلات خش نام نتقابل بكره الصبح. هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل تحديدا. نتقابل بكره الصبح بجد. تقعد بقى دلوقتي انت تعمل ايه؟ عمال تتكلم وتكلم فلان وتكلم علان، مفيش بقى كله نام. ليه؟ اصل دلوقتي الساعه يا جماعه 10 وبكره عندنا يوم طويل واحنا بكره عندنا يوم طويل عندنا ماتش. انتوا ايه مشكلتكم؟ مشكلتكم يعني في ال 7000 تذكره؟ طب هنحلها بكره الصبح. بكره وانا بقول لك يا كابتن اسلام بكره النادي الاهلي سيحصل على 2500 تذكره كمان. الساعه كام بقى؟ الساعه 1 2 كده قبل الماتش مثلا بخمس ست ساعات، وتفضل انت بقى ايه؟ وزعهم. معرفة.